صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم في جواب سؤال ماضي أنه بين الأذان والإقامة ليس محلا لرفع الأيدي في الدعاء، فما يكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي يستحي أن يمد إليه عبده يديه فيردهما صفرا، ومعلوم أن من أداب الدعاء رفع اليدين؟ هذا في الجملة، ما هو كل دعاء ترفع فيه اليدان، إلا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيه، ما هو كل دعاء. أجل التشهد الأخير فيه دعاء ترفع يديك؟ لا، ما هو كل دعاء ترفع فيه اليدان، هناك أدعية لا ترفع فيها اليدان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول البعض في الركوع في السجود ترفع يديك في الدعاء؟ ما ترفع يديك، ما ورد هذا. نعم.